حاسد شرق بحسرته وعدو شجي بغيظه وسلقني بحد لسانه ووخزني بموق عينه وجعلني غرضا لمراميه وقلدني خلالا لم تزل فيه. ناديتك يا رب مستجيرا بك واثقا بسرعة إجابتك متوكلا على ما لم أزل أتعرف من حسن دفاعك عالما أنه لا يضطهد من آوى إلى ظل كنفك ولن تقرع الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك. فحصنتني من بأسه بقدرتك فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من سحائب مكروه جليتها وسماء نعمة مطرتها وجداول كرامة أجريتها وأعين أحداث طمستها وناشئة رحمة نشرتها وجنة عافية ألبستها وغوامر كربات كشفتها وأمور جارية قدرتها لم تعجزك إذ طلبتها ولم تمتنع منك إذا أردتها. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من ظن حسن حققت ومن كسر إملاق جبرت ومن مسكنة فادحة حولت ومن صرعة مهلكة نعشت ومن مشقة أرحت. لا تسأل عما تفعل وهم يسألون ولا ينقصك ما أنفقت ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدأت واستميح باب فضلك فما أكديت. أبيت إلا إنعاما وامتنانا وإلا تطولا يا رب وإحسانا وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك واجتراء على معاصيك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوك. لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلالي بالشكر عن إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك. اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأقر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إليه. فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده سببا إلى رحمتك وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك وآمن به من سخطك بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في كرب الموت وحشرجة الصدر
والنظر إلى ما تقشعر منه الجلود وتفزع له القلوب، وأنا في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي، وكم من عبد أمسى وأصبح سقيما موجعا في أنة وعوين، يتقلب في غمه لا يجد محيصا ولا يسيغ طعاما ولا شرابا، وأنا في صحة من البدن وسلامة من العيش، كل ذلك منك، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي، وكم من عبد أمسى وأصبح خائفا مرعوبا مشفقا وجلا هاربا طريدا منجحرا في مضيق ومخبأة من المخابئ، قد ضاقت عليه الأرض برحبها لا يجد حيلة ولا منجا ولا مأوى، وأنا في أمن وطمأنينة وعافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وسيدي، وكم من عبد أمسى وأصبح مغلولا مكبلا في الحديد بأيدي العداة لا يرحمونه، فقيدا من أهله وولده، منقطعا عن إخوانه وبلده، يتوقع كل ساعة بأي قتلة يقتل وبأي مثلة يمثل به، وأنا في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي، وكم من عبد أمسى وأصبح يقاسي الحرب ومباشرة القتال بنفسه، قد غشيته الأعداء من كل جانب بالسيوف والرماح وآلة الحرب، يتقعقع في الحديد، قد بلغ مجهوده، لا يعرف حيلة ولا يجد مهربا، قد أدنف بالجراحات أو متشحطا بدمه تحت السنابك والأرجل، يتمنى شربة من ماء أو نظرة إلى أهله وولده لا يقدر عليها، وأنا في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي، وكم من عبد أمسى وأصبح في ظلمات البحار وعواصف الرياح والأهوال والأمواج، يتوقع الغرق والهلاك، لا يقدر على حيلة، أو مبتلا بصاعقة أو هدم أو حرق أو شرق أو خسف أو مسخ أو قذف، وأنا في عافية من ذلك كله،
فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.